السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي تابوناو عندي في لاشين اول مره. بالنسبه للناس الجداد تابوناو عندي باش اي حاجه تبقى تبان لكم، وفعلوا الجرس باش اون فوا نحط شي حاجه اول حاجه تطلع عندكم نتوما الاولين. اليوم غنهضروا على الفيروس اللي اكتسح العالم كامل ماشي غير المغرب، ولكن الحمد لله بفضل الجهود ديال الدوله ديالنا ووزاره الصحه، وكنحاولوا نديروا ما في جهدنا اننا نحدوا الباس وما نخليوش ينتشر بحال الدول الاوروبيه بحال فرنسا ايطالي لاميريك اللي ما داروش الحجر الصحي في واحد الوقت سريع اللي خلى ان المرض ينتشر بواحد النسبه كبيره. الحمد لله المغرب الا لاحظنا بانه لي كوميرسون بحالي انا بحال بزاف الناس حبسنا الخدمه، مي ماشي مشكل الا كان هذا الشيء في الصالح ديال الوطن ديالنا والعائله ديالنا اول حاجه، يعني نقدروا نضحيو بالخدمه. من بعد 15 يوم ان شاء الله غنرجعوا لخدمتنا وغترجع حياتنا نورمال. نهضروا على الفيروس، طرق الحمايه، يعني شي حوايج اللي بساط كنديرهم في حياتنا اليوميه وما كاينش شي تغيير، يعني غنبقاو غير نديروهم اشاك فوا باش نيفيتيو اننا نتصابوا ونصيبوا الناس اللي معانا. اول حاجه هي هاد الكمامه، هادي ديجا خدينا باكيه حنا العائله ديالنا، كل واحد يعني فاش كيحتاجها تياخدها. بالنسبه للناس اللي ما تيتنقلوش بزاف، يعني لا داعي انكم تستعملوها. خدينا عاوتاني ليغات باكيه، هادو جو طابل، يعني تستعمليهم واحد الوقيته وتحيديهم ماشي تبقاي بيهم النهار كامل. هادو بالنسبه للناس اللي تيتقداو الخضره وتيخرجوا ولا تيهزوا الصرف يستعملوهم، مي هادو لما سمعت منظمه الصحه قالت البلاستيك تيعيش فيه الفيروس بزاف، يعني الواحد ييفيتي انه يستعملها ويقيس بها وجهه ونيفو فمو، يعني الاماكن ديال انتشار الادواء. الحجر الصحي يعني وعدم التجوال الا للضروره القصوى، وفرقات واحد الورق. اي حاجه جاتنا من عند الله يعني خصنا نتقبلوها. هذه فتره وغدوز ان شاء الله 15 يوم غنرجعوا لي زيكول ديالنا، غنرجعوا لخدمتنا. وهذه التفاته اننا نشكر الله على دوك النعم اللي عندنا، حيت شحال واحد ما حمدش الله على خدمته على عائلته على صحته على قرايته على بزاف الحوايج. هذه فرصه اننا نحمد الله ونشكره. يعني من راسي وجبد ولت كنقول يا ربي ترجع غي لافي نورمال، يعني نقدر نخرج نقدر نمشي لافاك ديالي لو سونتر ندير داكشي اللي بغيتو انا مرتاحه، ماشي بحال دابا اننا تنخرجوا وحنا ما مرتاحينش خايفين الا نجيبوا المرض لعائلتنا، والا خرجنا كنخرجوا دغيا وترجعوا دغيا. الحمد لله على كل حال هاد الفتره نقدروا نستعملوها اننا نعاونوا الاهل ديالنا، نعقموا بيتنا نعقموا بلاصتنا. كيف ما غتشوفوا في الفيديو انني درت بوكو تشوز في الوقيته اللي انايا كنت ملهيه بالخدمه ولا القرايه، بقى عندي الوقت خاوي انني ندير بزاف لي زاكتيفيتي. حاجه اخرى، بزاف الناس اللي ما تيبغيوش بحالي انا كنبغي نقرا لي رومون بزاف وما تلقاش الوقت، يعني هذه فرصه اننا نقراو لي رومون نفضوا الغبار على دوك الكتوبه ودوك القصص اللي حنا كناخذوهم باغامور وما تلقاوش الوقت اننا نقراوهم. وباش نختمو، بقاو في ديوركم باش تحميو. بالنسبه للماتش الشريف، العائله ديالي كتستعمل واحد الطريقه هي حامضه تغسل مزيان، خياره حتى هي تغسل مزيان، ولكن غنستعمل غير نص ديالها، وحبات القرنفل سواء اربعه سواء خمسه مهم على حسب الاختيار. Thank you.
بالنسبه لهذا المكون عباره عن ديتوكس اللي كيحيد السموم من الجسم. اللي عندها العائلة ديالها يعني كيخدموا في الخارج تقدر تشد قريعات صغار ودير فيهم هذا الخليط اللي قلت لكم. هذا عبارة عن ديتوكس تقدر ديريه يعني بجميع الخضر وبالخصوص الحامض. الحامض معروف عليه انه كيحارب لي كثير. حاجة اخرى الاستوس الاخر اللي نقدر نقوله لكم بان الفيروس ما كيعيش في درجة حرارة مرتفعة. يعني نحاول واحد يدير مجمر ويخليه في الدار يسخن الدار. عوتاني هاد الاشبة ديال الكاليبتوس معروفة بانها كتحيد الفيروسات وكتطهر البيت. بالنسبه للفريز حيت كيشم الريحه ما نقدرش ندير ليه الكلور، غندير فقط جوج معالق ديال الخل. وغنحل عليه الماء باش من بعد يتسقطر، ندير واحد الشكه يتسقطر وعاد نديرو كلور. ندوز للتفاح. بالنسبه للتفاح غندير فيه حتى هو جوج معالق ديال الكلور. وهذا الشيء تقدر ديريه لكاع انواع ديال الخضار والديسير. بالنسبه للناس اللي ما تيشدوا عندهم مثلا البطاطا وما كيبغيوش يغسلوا هذاك الساعه، نهار مين تبغي تستعمليها تغسليها مزيان وتعقميها بالكلور وبحال هكذا كتحمي راسك من الفيروس. غندير عاوتاني جوج معالق ديال الكلور ونحل عليه الماء وغنستعمل هذه ديال الكوزينه باش تحيدي منها البرا والوساخ. اللهم ارفع عنا البلاء في هذا اليوم ديال الجمعه ويجعلوا مغفره للذنوب ان شاء الله، نخرجوا من هذا الحجر الصحي صحة وسلامة إن شاء الله، وعائلتنا كلها تشي واحد ما مصاب، نرجو لحياتنا العادية وكل حاجة إن شاء الله راها يعني بالصالح ديالنا. أي حاجة دارتها الدولة من خطوات وتدابير إلا وفي صالحنا باش تحمينا باش تحد من المرض، باش ما تكونش واحد العدوى كبيرة داخل الناس. طلعت للسطح نحيد الفراش، طلعت الفراش انا والاخ ديالي. كما كتعرفوا انه الشمس كتحارب الفيروسات، يعني اي واحد يعني هذه الطريقه كنديروها حنا من قبل ما يبان الفيروس. اي واحد يحاول انه الصباح بكري يطلع الفراش ديالو يخليه يضرب فيه ديك الشمس، على الاقل يعني كتحيدي واحد نسبه كبيره من الفيروسات. وناهيك عن الريحه ديال النعاس حتى هي.